اللي فيها قديش، لكن الدار حالة حالة حالة. توا خارجة لولدي قلت له بالله اللي ترقدها، ولدي مريض ويعمل في الدليل وحالته حليلة. مقيدة فك الديار، مقيدة فيهم، ونكروا الدوسي ونكروا الدنيا الكل وقالوا ما عندناش. إيه؟ ولا فما لا صيانة، لا فما لا تحرك نتاع السلطة، لا فما لا لا ما ثم شيء. اللي تمشي له يقول كذا كهو. قلت انه دارك مهدد بالسقوط، ومش كان دار قاعدين نشوفه تقريبا، معناتها هذه بنايات اغلبيتها كلها مهدده، يعني حياه التوانسه، المواطنين التوانسه لهنا مهدده. هنا نقربوش غادي كنمشيو الحيط الحيط هك، هنا كيف كيف وغيري 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 غيري. خلينا نتكلم على روحي بركة، واحد عنده الحق، الناس الكل عندها الحق. الديار التونسي عنده الحق في مسك اللائق، يحفظ الكرامه نتاعه ويحميه. نخرج من الدار ولدي كيفاش يقولوها يدي على قلبي عليه، وتخرج زادة تتعدى من النهج كيف كيف كله. هيش نوريك الواحد هاي الكل، شوف الغربه وشوف الحاجه والريحه تقتل. شنو هي امشي، علاش ما تمشيش؟ انك تبدا تدور في الدار هذه اللي هي طبعا على ملك امراه ايطاليه، وقلت هي ديجا طالب سكن توا تحب توا تحب هي تحب على محلها كها اختي. وانا ما لقيتش باش وما عنديش باش، فهمت؟ انا ما عنديش باش نكري الكري ل 800 و700 من نجيب. وانا طاحت لي وقتها سقيفه وطاحت لي بيت، ومقيده في البلديه، مقيده في الولايه ولاش من نجح، مقيده من 2012. ومشيت وقت اللي عايت وقالوا لي لا ما ثماش النمر، وما النمر النمر موجود. تبدا الدور احنا توا في الكوجينه الحقيقه قاعدين نشوفوا، معناتها مقابلنا من غادي، معناتها ثم مباني مهلهله قايله للسقوط. تبدا خايفه على روحك وانت تدور هكاك؟ نخاف على روحي، ما خافش اخسر، انا هبطت الدنيا من هنا خاطر اخضر. كيفاش قلت خلنا ننقض وخلي نلقاش حتى محل، ما لقيتش يا بنت، ما لقيتش ونكر راسي بصراحه. اخضر كالحاله اللي نايفاه خلي هو. كيف في وسط الدار شفنا زاد، معناتها دايره بيك الفوق، ثم معناتها حيوط قايله للسقوط. تبدا خايفه وانت تدور حتى في وسط الدار؟ عينيك باش ما تقولش امي تكذب عليا ولا هاك تشوف. ما ربنت ايش نوريك. والمرأة هذه الطليانية عطيتك مهلة للخروج، معناتها باش تسلم لها؟ والله مسكينة المرة هذه، قلت لها بنتي كي نلقى ويعطيوني راني هنا بيدي نعطيك محلك ويرحم والديك من فوق، غير هاني كان راسي واغلبيتي راني في السبيطار بصراحة. ولا يقدر عليك والما يشتول عليا من كل شيء وهكذا. هز السطح هذايا. لا لا افتح خايف ما تتعلموش لف بلا غير ما تشطر ايه هكا غير سدتها لي على الماء، والماء مهبطه ولا هابطه علي. خايفين هنا في النهج هذايا، ساسا تطيح المره الاخرى الرجل بزاك تعد وتهبط وراها حجره، والنهج الاخر كيف كيف هبطت وراها حجره، والمره الاخرى طاح النهج الاخر اللي في الدوره هذاك، طاح الكل من الطاف الله، معناها ما ثماش حتى بشر بتعدي.
لدرجه هذه يقول قال انه حياه المواطن التونسي ما ولات ما عاش عندها حتى قيمه، لانه حسب ما حكينا مع بعض المواطنين يقول لك ما فماش تفاعل من السلطه المعنيه، وما شفناش معناتها المجهودات تقوم بها السلطه المعنيه، معناتها عمليات صيانه ترميم هذيك. صحيح هي ما فماش هيك هو مع الانسان عايش في خطر هنا من الاخر، ما يعرفش وقتاش واحد طالع حاجه، واحد ولا يمشي يشوف السقف الفوق خاطر ديما يطيح، خاصة الوتيل هذا ديما يطيح منه الحجر. يعني يوميا لهنا المواطنين يمشيوا والموت تمشي معاهم معناتها في جنب. لا الموت فوق منهم مش بجنبهم. الموت طابط عليهم من فوق، كل مرة تطيح حجرة. صحيح بالدليل هذا مزاك يصلحوا. طاح المرة الأخرى. طاح مواطنين معناها من الطفل، لا ما ثماش ناس متعدية وكا هاو. يقول القائل علاش عدم معناتها تحرك سكون السلطة المعنية، خاصة وانه ما نحكيوش على امور عادية، نحكيو على مباني آيلة للسقوط، نحكيو على حياة مواطنين تونس في خطر. والله يا هذه معناها ترجع للاختصاص ماهمش لاهين وكا هاو. يعني ثم قلة مسؤولية ماهمش متحملين. طبيعة الحال ماهمش لاهين وكا هاو، ما ثماش نورمالمون هذه راهو من أول لحظة ثم ناس تمشي وتجي ويشوفوا معناها خبراء ويشوفوا معناها وما يخلوش للدرجة هذه توصل معناها للدرجة هذه. وصلت الدرجة معناها إنسان يمشي نطيح عليه حجرة. صاحبي تحت عليه حجرة مرة أخرى. ديما الحجر هابط هنا. مش نهار ولا اثنين راهو ديما تمشي حجرة تطيح. دليل في وسط الديار يعني كل في وسط الديار لا بدليل الحفر اللي موجودين اللي تحت منهم الحجر مش بالكلام معناها بدليل نزل نوريك الحفر اللي تحت منهم الحجر. عنده حكاية 15 يوم الحمد لله ما طاحت على حتى حد. كل يوم تتعدى من هنا تتعدى خايف أكيد. خايف بتبيع مش خاف بتبيع مش خاف. يعني لدرجة هذه حياة المواطن التونسي ولات ما عندهاش قيمة بالنسبة للمسؤولين اللي راوا في المشاهد هذه وما يتحركوش. أقول لك كلمة باختصار، بلادنا باهية المسؤولين متاعها ما همش باهين. المسؤولين متاعها ما همش باهين. بلادنا من عاد البلدان وتحية تونس. يعني ما على بالهمش بحياة المواطن. الدليل على ذلك شو قد بتاع الوتيل هذا يا راهو قد فيصل مولى الوتيل ما قدتهاش الدولة راهو. الدولة جاوا عملوا الحد هذايا ومشاو أرواح. يقول القائل معناتها المباني هذه الآيلة للسقوط علاش الدولة ما تحركتش ورممتها ثم معناتها صيانة، علاش معناتها السقوط هذا كل الحاجة اللي تطيح تقعد وغد وكانت تحركت ريت قدت وعندك هاو الزقة اللي وراء هذه اللي وراها كيف كتبوا بلاك ممنوع الموت خطر وممنوع معناتها هذاك حد مجهودهم بلاك كاين الحكايه هذيك وقفت غادي الحكايه مع انه معناتها رغم شفنا اللافته هذيك لكن شفنا المترجلين الناس تمشي وتجي يعني خاطر ما عندهمش منين يتعداوا معناتها كان ما ثماش معناتها حروته من القصبه باش يعمل دوره هكا يعني مضطر المواطن مضطر باش يتعدى من غادي